النهارده احمد الشيخ مقيد في النادي الاهلي ومقيد في نادي مصر المقاصه، ده ضد اللوائح وده مش صح. لازم يترفع احمد الشيخ من قائمه النادي الاهلي في فتره الاعاره بتاعته السنه، ويبقى موجود هناك ومرتبط بالنادي الاهلي بالتعاقد بتاعه، يرد للنادي الاهلي تاني في الموسم اللي بعده. زي محمد صلاح وتشيلسي. بهدوء كده عشان نفهم، نظام اللي تم من سنتين لو هو مخالف للنظام الاساسي ولوائح الفيفا يبقى ده طبعا شيء خرق واضح احنا لا نقبله، لكن لما تكون انت في بدايه الموسم اساسا عملت نظام هو اللي فيه تضارب مع لوائح الفيفا، لما يتم اصلاحه في يناير فانت هنا اصلحت الخطا اللي انت بداته. يعني ايه كان احمد الشيخ يبقى مسجل واخد مكان في قائمه النادي الاهلي وهو معار لنادي المقصه واخد مكان في قائمه بالزبط. المقصه الفيفا لا يقبل ابدا بتسجيل لاعب واحد في ناديين. ده كان حاصل، فلما اجي في يناير اصحح الخطا واقول ان اللاعب ده لازم يترفع من قائمه النادي الاهلي والنادي الاهلي ياخد لاعب مكانه، فانا هنا صححت الخطا بما يتناسب مع لوائح الفيفا. اما الوضع الحالي فانا اصلا من بدايه الموسم متماشي مع لوائح الفيفا، فاي تعديل يلزم موافقه ال 18 نادي موافقه رسميه، وده مش حاصل لان الانديه رفضت تغيير نظام الاستبدال. الاهم بقى في الموضوع ده، هل النادي الاهلي هو اللي كان الوحيد اللي استفاد من الاستبدال من سنتين او هو الوحيد اللي كان بيطالب من الاستبدال؟ تعالوا نشوف فيديو مجمع عن انديه مصر، طبعا مش كلهم ولكن خدنا تصريحات لمعظم الانديه مسؤولين اتكلموا عن فكره الاستبدال، نشوف ونفكركم ونرجع نعقب. بتتحدى الاهلي ولا شايف ان الاستبدال ده ضد الزمالك؟ اصل الاستبدال ده مره واحده ننجح ان احنا نتحدى الاهلي، الاهلي اصل انا شايف ان الاستبدال ده مصلحه الزمالك والاهلي مش مصلحه الاهلي بس. يعني الزمالك مثلا عايز يمشي دويدار، عايز يمشي اسلام جمال، عايز يمشي رمزي خالد، عايز يمشي مايوكا معروف ممكن ما يكمل. معايا على التليفون استاذ عطيته عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي، رايكم ايه في موضوع الاستبدال؟ هل النادي الاسماعيلي يؤيد فتح الاستبدال مره اخرى ام لا؟ الراي الاول لك انا كمشجع النادي الاسماعيلي وعضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي هقول لك انا مع الاستبدال، لان احنا نادي الاسماعيلي احوج ما يكون للاستبدال في يناير اللي جاي. اما راي النادي الاسماعيلي فاحنا طبعا احوج ما يكون للاستبدال واحنا مع الاستبدال. معانا على التليفون سياده اللواء ماهر الكسبه رئيس نادي الانتاج الحربي، برحب بحضرتك يا فندم مساء الفل. موقفكم ايه كنادي انتاج حربي، عايزين فتح الاستبدال ولا لا؟ انا طبعا مع فتح الاستبدال. مع الاستبدال في يناير موافق انك انت يفتحوا والاتحاد الكوره يفتح باب الاستبدال؟ انا بالنسبه لي ليه بقى؟ بالنسبه لي انا موافق على الاستبدال ليه؟ انا من ضمن اربع فرق هيلعبوا افريقيا. تمام؟ المفروض ان في 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 الشهر في يناير محتاج ممكن ادخل حد واطلع حد. ده طبعا تصريحات لمسؤولين في الانتاج الحربي والاسماعيلي والكابتن ابراهيم حسن، وعندنا كمان كنا جايبين لقطات من اعضاء اتحاد الكره الكابتن حازم امام والكابتن خالد لطيف وقت التصريحات، وعندنا الاهم الكابتن خالد الغندور وبيعترف اعتراف واضح وصريح ان الاستبدال ده النادي الزمالك في اشد الاحتياج ليه، لانه عايز يبدل من 5 ل6 لاعبين، وده قد كان فعلا واستفاد نادي الزمالك من الاستبدال واتفتح الاستبدال بموافقه تقريبا كل الانديه، وده التصريح اللي اعترف بيه الكابتن حازم امام ضمنيا. وطبعا معروف انتماء كابتن حازم امام ابا عن جد ان كل الانديه بلا استثناء كانت موافقه على نظام الاستبدال، ولكن انا كحازم امام ده تصريحه كان رافض هذا النظام. حبينا بس نقول لحضراتكم ان النادي الاهلي لا بيتعمل له حاجه مخصوص ولا بيخترق لوائح، وكل ما تم من خلال سنتين هو تصحيح لخطا كان يتضارب او يتعارض مع لوائح الفيفا. والنادي الاهلي برضو البعض بيظن ان هو ضد الاستبدال، النادي الاهلي ضد التغيير في نظام المسابقه، النادي الاهلي في اشد الاحتياج انه يضيف 2 أو 3 لاعبين في بعض المراكز. فنيا انت حافظت على، بغض النظر عن احتياجاتك الفنيه، انت حافظت على سلامه المسابقه وعدم خرق اللوائح وكالعاده عشان ما تتهمش. لا انت قلت انا اول نادي رافض الاستبدال بالظبط، وده كنا وضحناه ووضحنا كمان الفرق بين سنتين عشان بعض الناس اللي بتتكلم، اعتقد كان رد واضح جدا وصريح جدا وكانت بالصوت والصوره. نخلص من موضوع الاستبدال وعندنا قضيه تانية، قضيه اشعلت السوشيال ميديا الاسبوع.